ومع ارتفاع أعداد ضحايا كورونا والإصابات بالفيروس، استطلعت رؤية آراء مواطنين حول سبل مواجهة هذا الوباء. يعني من أهم الشغلات اللي ممكن الواحد يسويها أنه يلبس الكمامة باستمرار ويبعد عن التجمعات قدر المستطاع. أكيد التباعد، التعقيم المستمر، لبس الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة، هذا الإشي برضو أثر علينا وتراجعت الأعداد، رجعت زي أول، رجعنا للمربع الأول من عدم التزام بعض الناس بهذا الحكي، الابتعاد عن الاجتماعات ولبس الكمامة وعدم مخالطة الناس اللي معهم كورونا وبس. والله بنلبس الكمامات وبنتباعد عن الناس، وإذا منطقة بنشوف فيها ازدحام للناس برضو بنتلاشاها، يعني حماية من الفيروس. يعني نتحارب فيروس كورونا بلبس الكمامة، تباعد عن الناس، نحمي حالنا، التجمعات نبعد عنها بس، والحامي ربنا بالنهاية. يعني تباعد، لبس الكمامة، هذا اللهم مش ملزقين ببعض. عندك لازم يعني الواحد يبتعد عن الحفلات والأعزية، لازم كل واحد يبتعد عن حال الثاني، خلص يعطوا فترة تباعد، خلينا نخلص من الأزمة، والله يا ربي خلصنا من على خير. ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التجمعات في المناطق المزدحمة، ويكون الواحد ماخذ المطعوم اللقاحين، والحامي ربنا طبعا. بلتزم بالكمامة وبحاول قد ما اقدر انه يكون في مسافه بيني وبين الشخص اللي هلا. بالنسبه من ناحيه المطعوم، اخذنا مطعوم، الكمامه الحمد لله ما يعني موجوده. شوف السلامات كثير واحتكاك كثير كمان، هذا ما في له داعي، يعني ما انه ما في داعي حدا يزعل من حدا بالامور هاي، لانه ما اخذ صحه البني ادم اغلى ما يملك. يعني هي اول مرحله كانت الكمامه واللقاح اكيد كامل، وكانت يعني نتجنب الاجتماعات، الأزمات، أي شيء فيه تزاحم. هسه في طرق عدة لتحمي نفسك من كورونا. أول شيء نأخذ المطعوم، المطعومين بغض النظر شو هو نوع اللقاح. ثاني شيء الكمامة لازم نلتزم فيها ونبعد عن التجمعات، لكن يعني معظم الناس ما بيستخدموا هاي الأمور بشكل إيجابي، بشكل سلبي، لأنه بالوضع الحالي، وضع البلد اللي احنا فيه، لابسين الكمامة بشكل روتيني يعني وليس للحماية الشخصية. التباعد الجسدي اللي بيحكوله الناس، التباعد الاجتماعي، هو التباعد الجسدي. يعني أنا ما بدخلش على باص في حمولة 20 أو 25 راكب وبفوت فيه، ما بدخلش على مطعم فيه اكتظاظ أو عندك على الطاولات فل، والطاولة نفسها عليها عدد بتجاوز العدد المسموح. هاي أول شغلتين ما بدخل، اللهم صل على سيدنا محمد، ما بدخل على مكان، على غرفة صفية أو طالبية أو جامعية كمان فيها اكتظاظ. طريق إنه ألتزم بالتباعد الاجتماعي، حتى الاختلاط يعني مثلا مع صديقاتي أو بالجامعة إنه لازم أكون لابس الكمامة، بالالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الوقائية بشكل عام، وحتى لو كان شخص صديق إلي أكون بعيدة عنه مسافة أمان. بعقم حالي، باخذ المطعوم، ببعد عن التجمعات، كمامة 24 ساعة لابسها وبس.